كثير بيسألين من الناس عن تكلفة عملية تكبير الثدي. هلأ تكلفة عملية تكبير الثدي بتختلف من مريض إلى آخر ومن حالة إلى أخرى، وبتختلف أكيد كمان من التقنية المتبعة، سواء كانت عن طريق عملية حشوات وغرزات بالسيليكون أو عن طريق حقن الدهون الذاتية. بالمقابل كمان ممكن اختلاف التكلفة عن حسب نوعية مادة السيليكون المستخدمة والشركة تبعتها، وحسب المكان إجراء هذه العملية، وأكيد في النهاية خبرة جراح التجميل في إجراء هذه العملية.